صباح الخير عليك وصباح الخير على ضيوفنا اللي على ضيوفنا. موجودين معانا النهارده. احنا ممكن نتعرف بيهم؟ هو دي بعض الاشكال العرايس اللي عندنا. احنا عندنا طبعا في اشكال كتير للعروسه، في العروسه المارونيت اللي هي بالخيوط، ودي اصعب انواع العرايس. في اللي هي العروسه بتاعتنا بقى القديمه اللي احنا اللي بتخش بايديك ليها اللي هي الاراجوز بتاعنا القديم. في جزء تاني من العروسه برضو المارونيت، عندنا العرايس المسقاط، عندنا المسرح الاسود، عندنا خيال الظل. يعني عندنا مجموعه كتيره جدا من الاشكال العرايس اللي احنا بنشتغل بيها في المسرح، ودي اللي بيتعامل بيها كل العالم او كل مسارح عرايس العالم يعني. بس احنا متميزين بقى في مصر بنوع عامل ازاي؟ المارونيت، وهي اللي احنا حضرتك هي الاشهر فعلا. طبعا، لانه اصعب انواع العرايس على مستوى العالم هي العروسه المارونيت. ليه؟ لانها انت بتتحكم فيها بالخيوط. يعني العروسه موجوده، المشاهد موجود، انا قاعد بحركها، اللي بيني وبينها الخيوط. اذا ما كانش احساسي انا مضروب في 100 عشان اقدر اديها للعروسه، وبالتالي العروسه تديها للمتلقي. لو انا مش حاسس ده، مش هيوصل الاحساس ده للعروسه، وبالتالي مش هيوصل للمتلقي. دي بتحتاج تدريب كتير جدا، تدريب على الاحساس الاول، تدريب على ازاي انا حاسس بالخام في ايدي، ازاي العروسه اللي انا بشتغلها دي، هل العروسه ديت راجل كبير، طفل صغير، شاب، بنوته، بتفرق في ايه؟ هقول لك بتفرق في ايه. لما انا باجي احرج شيخ كبير زي الشيخ بتاع الليله الكبيره في الاخر، اللي هو المؤذن، واللي هو احنا بيفضل ماشي طول العرض، ليه مشي معين. يعني الراجل فوق الخمسين، فوق الستين، ظهره متني، حركته قليلة، والحركة قليلة، والدنيا رزينة معاه، وهو ماشي، هو بيتكلم، هو كل حاجة. لا، بعكس تماما لو انا شاب عنده 20 سنة، هتلاقيه ماشي اتنطط وفرحان وبتاع، موضوع مختلف. ولد صغير، ولد صغير بقى قاعد بقى بيتشق. فلازم تعرف طبيعة العروسة اللي انت بتشتغلها، وده اللي بيديك الاحساس بتاعها، وبتبتدي تديلي العروسة، وابتدي يظهر للمتلقي. فدي اقدم عروسه المفروض عندنا، اللي هي عروسه الاراجوز المصري، ودي مش موجوده عندنا بس، لان موجوده على مستوى العالم. وفي ظل تطور صناعه التلفزيون والافلام الكرتون والافلام ال 3D والافلام اللي بتخشها في السينما، الى اي مدى الطفل المصري مازال مرتبط بفن العرائس؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا ما زلنا عندنا في المسرح في الجمهور كتير، والكبير هو اللي بيجي وبيجيب معاه الصغير، والمناقشه اللي بين الصغير والكبير دي هي دي اللي احنا بنحبها، لانه بيبقى في تبادل الافكار بين مش هنقول الطفل، لان برضو السن اللي بيجي لنا ما فوق ال6 سنين، فبيبقى في جزئيه فاهمها، فالجزئيه اللي مش فاهمها فيفهمها له والده او والدته. فاحنا لينا جمهورنا، مع العلم انه طبعا الاجهزه اللوحيه دلوقتي بقت هي السائده، وده اللي احنا بنحاول نعمل معادله ما بين انه الطفل يا يمسك ده يا ينزل يتفرج. فطبعا احنا بنحاول ديت، واتمنى تساعدونا انه الجهاز ده يعني مش عاوز اقول وحش، بس هو خد من حياتنا كتير جدا، خد من عاداتنا كتير جدا. النهارده ممكن يكونوا اسره مكونه من 4 افراد، كل فرد ماسك الموبايل بتاعه وبيستقي منه كل اللي هو عايزه. ما كانش زي زمان كلنا اللي قاعدين قدام التلفزيون بنتفرج على ماما نجوى، بنتفرج على بقلوز والسينما الاطفال الصبح، يعني كان في مواعيد انت حضرتك بتحددها تقعد تتفرج عليها، وبالليل كنا بنقعد نشوف مشاكلنا ونحلها. فهي دي احنا عاوزين نستبدل ده بده. احنا بنحاول، واحنا نتمنى منكم ان انتوا تحاولوا معانا. طيب، ما احنا عشان نعرف نستبدل ده بده لازم نحسسه ان هو حاجه قريبه منه وبتكلمه. هو بالفعل قريب. لو فكرنا ان احنا مش بس انه يتفرج، لا، انه يكتب الحاجات، ما هو ورشه يعني تتعمل، هو أول حاجة ورشه للتصنيع موجود، كل ده موجود. بس الولاد هو اول حاجه تعمل ماريونات او تحاول تعمل طبعاً نماذج في مبدئيه. في ورش كتير جدا، في ورش كتير جدا. انا عملت ورش في مصر وخارج مصر، فبنلاقي اقبال.
فالإقبال ده بيسعدنا جدا طبعا. لأنه أنت بتربي برضو جيل عنده خيال وعنده رومانسية وبيحب يقرأ كتير وبيحب يتفرج على الحاجات دي كتير، فدي بتوعي الـ 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 العقلية الداخلية لي. طب مسرح العرايس المصري يعني إيه اللي بيميزه عن باقي المسارح الموجودة في المنطقة، وإيه هو تاريخه اللي بيتحاك عنه أو بيفتخر بيه؟ لا هو تاريخ كبير قوي ده، يعني احنا بنتكلم في من 59 يعني 1959 ساعة ما أنشئ مسرح القاهرة العرايس وأصدر القرار بإنشائه الرئيس جمال عبد الناصر. كان الفنان صلاح السقا، كان بقيادة الفنان الله يرحمه يعني اللي مربينا كلنا يعني، ومجموعة من الخبر اللي كانوا موجودين ساعتها. كان معانا يعني مش انا ما حضرتش يعني، انا حضرتهم في الاخر أي. بس ما حضرتش البدايات، بس البدايات كان فيها عمالقه، كان فيها الاستاذ يوسف سعبان، كان فيها يعني كان فيها شكوكو يعني، كان فيها ناس فاهمه الفن ده وجلبوه علشان يبتدي يقام في مصر. احنا ما زلنا من 59 للان من الدول المتقدمة في هذا الفن. لك أن تتخيل كمية الحفاوة والاستقبال اللي بنستقبلها في البلاد الأوروبية أو العربية، وإحنا بنعمل عندهم التراث بتاعنا اللي هو الفلكلور الشعبي المصري اللي هو الليلة الكبيرة. طبعا عارفين كلنا الليلة الكبيرة كانت 13 دقيقة أو 14 دقيقة مسمع في الراديو، كلنا سمعناها وكلنا بنغنيها في الرحلات حتى الآن. حبوا يعملوها مسرح، الموضوع اختلف، مسمع غير ما انا هبقى سامعها وشايف طب. فلازم كان يتعمل يعني ادابتيشن ليها وليها اخراج والكلام ده كله. فاتعمل الليله الكبيره اللي هي حوالي 38 دقيقه وكلنا شفناها في التلفزيون، واتعملت بالابيض والاسود والالوان. مسرح عرائس 2023 بيتميز بايه علشان الناس تفضل تقبل عليه والناس تفضل تبقى حابه انها تبقى موجوده فيه؟ والله احنا بنحاول، احنا عندنا عروض كتير جدا. احنا مثلا احنا عندنا فوق ال 120 او 130 عرض على مدار السنين اللي فاتت دي كلها. كنا بنسافر في السنه مره او اتنين او ثلاثه مهرجانات، منهم فرنسا، ايطاليا، فيتنام سافرناها مرتين، يعني في بلاد كتيره جدا سافرناها مهرجان اللي هو التبادل الثقافي بيننا وبينهم. الموضوع ده بيعتمد بقى على ايه؟ على وجود مترجم، على وجود ناقل، ولا ده انا هقول الحركات هقول لحضرتك حاجه تستعجب عليها. احنا بنقدم ايه؟ ليله كبيره فولكلور شعبي مصر، وهم بيحبوا الحكايه دي قوي وهو فاهم. بس في دول كنا احنا بنعمل بامفلت صغير كده بيتوزع على المشاهدين وهم داخلين الترجمه بتاعه اللغه بتاعتهم. فكان ساعات يبقى انا اشوفه وهو بيقرا وفي ناس ما كانتش بتقرا، كان بيقعد يسمع المزيكا عالميه يعني كلنا بنفهمها سواء غربي او شرقي كلنا بنفهمها مش محتاجه ترجمه. فكانوا بيفهموا المزيكا ويسقفوا عليها ويقوموا يرقصوا عليها واحنا مش عارفين هم مستوعبينها ازاي. فاتضح انه هو عارف الفلكلور بتاعك اللي حضرتك جاي تقدمه، يعني هو مطلع عليها. او هاوي او هاوي، لان برضو يعني يمكن جزء كبير جدا من المتفرج لما بنروح هذه الرحلات بيبقى متخصص. والجزء اللي هو مثلا 60% بيبقى للجمهور، انما احنا لما بنقابل فعلا متخصصين اللي هو بيخش لي بقى المسرح هو دارس وفاهم وعارف بيبقى عارف الدنيا فيها. يمكن ده ممكن يتحل قريب. احنا الفقره اللي قبلنا على طول كنا بنتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ان هو هيقوم بترجمه الـ الاحاديث بشكل صوتي للغات مختلفه، فاعتقد ان ده قريب جدا نقدر نستخدمه في انا حضرتك حاجه يعني انا برضو من الجيل اللي اتفرج على الكرتون وتوم وجيري والجيل اللي اتفرج على الذكاء الاصطناعي يعني خد ده وخد ده. انا بيستهويني دي يعني انا لغايه دلوقتي بيستهويني دي، وفي ناس كتير جدا بتستهويهم هذه العروسه. العروسه مؤثره جدا جدا على الانسان سواء الكبير او الصغير. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا بيجي لي اب ومعاه اولاده او ام معاه اولادها، ف
فبعد ما بينزلوا طبعا احنا بنستقبل الجمهور وهو جاي وهو ماشي، فبيقول لي انا ابويا جابني اتفرج على المسرح العرايس، وانا بالتالي جبت ابني. ايوه يعني جيل بيسلم جيل، يعني جيل بيسلم جيل. اذا يبقى انت عندك جمهور قائم فعلا عنده الحس الفرجه وعنده الحس ان هو عارف انت حضرتك بتعمل ايه وايه اللي بتقدمه، لان مسرح عرايس لا يقبل، يعني هنقول برضو جمله، ما فيش اسفاف، يعني ما فيش حاجه تخدش ما فيش حاجه تخدش الاسره. طيب عايز تقول لي ان ورا الكواليس في ناس كتير من الممثلين الحقيقيين اللي هم بيعملوا نوع من انواع الاداء الصوتي لكل عروسه، واللي هو قادر على توصيل ده صح المعلومه، ودول بيبقوا دارسين بقى في فنون مسرحيه وفي معهد سينما. احنا طبعا احنا بنجيب فنانين، هو اساسا ممثل. أي. يعني هو اساسا ممثل، يعني احنا عندنا كان زمان كانوا عبد المنعم ابراهيم كان ممثل اذاعي في التلفزيون، وفي نفس الوقت ممثل في التلفزيون وبيسجل معانا في البلاي باك، وممثلين كتير جدا جدا عندنا كتير جدا، لغايه احمد السقا كان مسجل عرض عندنا بصوته. ففي فنانين كتير جدا بتسجل بصوته. بس انا عاوز اقول حاجه، احنا النهارده لما بنيجي نخرج لمسرح عرايس يختلف على الاخراج للمسرح البشري، لانك انت بتخرج العروسه، الخطوه بتاعتها غير الخطوه بتاعت الممثل، الاداء بتاعها غير الاداء بتاع الممثل، فموضوع في مراحل كتير جدا علشان العرض يطلع على خشه المسرح. وهو ايه؟ انا النهارده بيجي لي النص، ببتدي اقراه، بحط الدجوباش بتاعي، بحط الحركه والكلام ده كله، ببتدي ادي رقم واحد، رقم اتنين بخش استوديو، رقم ثلاثة بسلمه للمهندس العروسه اللي هو هيعمل العروسه ومهندس الديكور. بص بقى في كام مرحله، المرحله الاخيره اللي هي على خشب المسرح هو التطبيق العملي اللي هو انا بشتغل بيه في الاخر كاني اشارجي، انا خلاص اخرجتها على الورق بنديني نطبق. وطبعا ده من خلال فتره بروفات كتيره جدا على ما العروسه تنزل لنا، على ما تلبس، على ما تتلون، على ما زي ما بتظهر، زي ما بتظهر ليك وكده، فبتاخد فترات كبيره جدا. غير المخرج المسرح البشري، مخرج المسرح البشري بيجيب النص بيقراه بيحط الميزانسين بتاعه، وبعد كده يبتدي يجيب ممثلين يعملوا بروفات وتطلع. لا، المساله عندنا مختلفه. صحيح. وكلنا يعني كلنا لازم نكون حلقه ايد واحده، حلقه واحده، ما ينفعش حد يبقى ماشي في حته والتاني ما ينفعش، لان كله بيسلم بعضه في الاخر. الناتج المخرج والمهندسين والفنانين يعني كل ده لازم يبقى، وده اللي بيظهر من خلال ده اللي بيظهر تصفيق الجمهور وتحيتهم لكل طبعا طبعا. احنا من جانبنا في صباح الخير يا مصر بنحيي كل الفنانين اللي بيشتغلوا على خشبه المسرح، خصوصا في مسرح العرائس. اعتقد انه جهد كبير جدا جدا، مراحل طويله جدا 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 علشان نوصل صح للفن ده كصناعه او كاداء او كتمثيل. شكرا ليك الاستاذ ياسر عبد المقصود، احد اقدم فناني مسرح العرائس في مصر. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا يا فندم. شكرا 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 شكرا.